شهد معرض أهل المدارس بمحافظة دمياط إقبالاً كبيراً من المواطنين، وتشهد المحافظة تنظيم 3 معارض في مدينة دمياط ودمياط الجديدة وفرسكور بإجمالي 68 عارضاً، وذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديريتي الأمن والتموين بمحافظة دمياط. أنا أول مرة أجي المعرض، بس بصراحة يعني ارتحت إن الحاجة كويسة والخامة كويسة، وحتى أسعارها أحسن من بره بكتير. جيت المعرض هنا فلقيت يعني مستلزمات المدارس كلها، من كراسات، شنط، ملابس، أحذية، كوتشيات، كل المستلزمات المدارس. وطبعا لقيت اسعار ارخص من السوق ب 30% او اكتر. استنى يعني المعارض اللي بتتعمل دي كل سنه عشان ننزل، بيبقى فيها تشكيلات حلوه وبيبقى فيها كل حاجه. يعني انا مثلا بنزل هي نازله واحده بجيب كل حاجه مره واحده، ما بقعدش الف بقى. والحمد لله في استجابه من المواطنين على المنتجات اللي موجوده في المعرض، من شنط وطرح واحذيه وكل الادوات المدرسيه المطلوبه وكراسات وكتب خارجيه، كله موجود داخل المعرض، وفي اقبال من المواطنين كويس وتعاون معنا الحمد لله، واحنا متعاونين معاهم بحيث نقدر ننفذ مبادرة الرئيس على اكمل وجه ان شاء الله.